المفروض ناخذها قبل المد، لكن يعني هو الوقت ما سمح لنا. هي adding tables to slides، هي إضافة جداول إلى السلايدات أو إلى الشرائح. طبعا طلاب، يعني قبل لا نبدي يعني أفضل أنه نتكلم بخصوص الامتحان، أو عندي سؤالين قبل أن نتكلم بخصوص الامتحان، ما راح أتأخر وياكم على السريع نحكي. طلاب، السؤال الأول، أنتم ماخذين أكسل؟ علي جاوبني بالأول، ماخذين أكسل ولا لا؟ لأن محاضرتنا لها ارتباط بالأكسل اليوم. لا دكتور، مو ماخذين. أكسل بالأول ما أخذته لا ما محمد؟ لا دكتور. تمام، بعد شوي نطول بالموضوع وياكم، وهو راح ناخذ الاكسل على اعتقد على الكورس الثاني، تاخذون اكسل ان شاء الله. هذا السؤال الاول. السؤال او مو السؤال الثاني، الموضوع الثاني طلاب، السيسوره موجوده وتعرف وضعكم بالامتحان، وضع قلق، نسبه كلش عاليه، مو زينين طلاب. يعني انا ما اريد، يعني صح انا ما كنت موجود، اعتذر لان انا خارج العراق، بس انا متابع ويا زملائي التدريسين والمعيدين، وضعكم بصراحه نسبه عاليه. طلاب اقول لكم اياها بصراحه، الامتحان الفاينل احتمال كلش عالي، ما اريد اقول يعني هو نفسه، احتمال كلش عالي بنفس الطريقه وبنفس صيغه الاسئله. يعني الطالب اللي ما يلزم الحاسبة ويقعد ويطبق بإيده، وضعه خطر أن ينجح بالحاسبات. يعني أعتقد هو حتى إحنا المادة اللي نعطيها مادة مو صعبة، مادة سهلة، وبصراحة نعيد ونصقل بيها. يعني هو نختصر هي المحاضرة اللي أريد مثلا على سبيل المثال، أكو جلسة لمجلس جدول بدرجات الطلاب، ويقعدون يتنفس، او مثلا شركه مسوقه تنتج انتاج معين وتريد تشوف السحب على يا بضاعه، او مثلا منتجين عندهم انتاج ويريد يشيك يكون انه هو يا خط انتاجي بيضعف الى اخره. المهم شلون نضيف، العفو، فائده هنا غلط، شلون نضيف الجدول لل برزنتيشن. قلنا ما ماخذين الجدول، خلينا نتكلم قبل لا نبدي شلون نضيف الجدول. خلينا تعريف بسيط للجدول ولمجاميعه. طلاب مثلا عندنا هذا جدول، هذا جدول لا على التعيين، خصوص مواد صف اول، اسماء لا درجات حقيقيه ولا اسماء حقيقيه، هيك يعني لا على التعيين. مثلا من يقدر يقول لي هذا المربع هذا الصغير اللي بيه 70 شو نسميه بالجدول؟ احد يقدر يجاوبني؟ اوكي، مثلا الجدول يتكون من 3 اجزاء اساسيه، اللي هي الجزء الاول اللي هو الاعمده، لهذا مثلا العمود يكون من مجموعه اعمده، وجزء تكون من مجموعة أعمدة، والأعمدة تتقاطع مع صفوف، هذه الصفوف كل اسم ودرجاته هي صف. الشكل العمودي هو عمود، والشكل الأفقي هو صف أو رو. من تتقاطع الكولوم ويا الرو ينتج لنا سيل، خلية. هذه هذا المربع الصغير هو خلية. هسه راح، هذا شيء مقدمة سريعة عن الجدول، بس نشوف احنا شلون نضيف هذا الجدول، وشنو فائدة هاي الـ3 أجزاء؟ ليش قسمناه إلى أعمدة وصفوف وخلايا؟ إلى كولوم أند رو أند سيل، أو العفو كولوم رو سيل، عمود صف خلية. نرجع لموضوعنا، هنا شلون نضيف هذا، هنا شرح لنا تشوفون، يقول لك هذا اللي مخطط بالأفقي هو هذا رو صف، واللي مخطط بالعمودي هو كولوم
وهذا المربع الصغير أو نقطة تقاطع الصف مع العمود ينتج لنا سيرو خليه. شلون نضيف جدول في الباوربوينت؟ هنا خلينا نروح بالأخير ننطي نيو سلايد. هاي انضافت لنا سلايد جديد، واحنا تكلمنا عن انواع السلايدات وعن الثيمز بالمحاضره اعتقد السابقه. المهم هنا نضيف اي اسم للجدول، اي اسم لا على التعيين، مثلا خلينا نسميه ديجري. ها العفو كتب بالروسي، اعتذر، انا حاسبت بها عربي انجليزي روسي لان انا خريج روسيا. ديجري درجات او ديجريز ماكو مشكله، درجه يعني مشكله درجه. المهم من هذا المربع الصغير انسيرت تيبل، انتبهوا مجرد انا اشرت هنا هو قال لي انسيرت تيبل. خلينا نضيف عندنا عدد الصفوف، عدد الأعمدة اللي تكلمنا عنها خمسة، عدد الصفوف اثنين، احنا اثنين قليلة خلينا نسويها أربعة ونقول له أوكي. شوف طلع رأسا كون لي جدول مكون من خمس أعمدة اللي هو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة و أربع صفوف. طبعا التنسيق هذا اللي موجود حاليا بما أنه احنا منطين للخلية تنسيق مختار لها ثيم معين واللي تكلمنا عليه بالمحاضرة السابقة، فأخذ نفس التنسيق مالت الثيم اللي هو هذا. طبعا نقدر نغير التنسيق، ونقدر أيضا احنا نضيف تنسيقات خاصة بنا، مثلا على سبيل المثال هنا نطي العفو أخذ الثيم، مثلا انطباع الخطوط احمر، مثلا هسه لا الدكتور يطلع بالاحمر الى اخره. هاي التنسيقات هو مو موضوعنا بس دا اشير لكم عنها. نقدر بس التنسيق اللي اخذه هو اخذ نفس التنسيق الخاص بالثيم. هسه اذا نغير الثيم شوف يتغير الجدول ويا الثيم. هذا الثيم الثيمز العفو تكلمنا عنها بالمحاضره السابقه، هذا اضافه الجدول اولا. هذه الطريقة الأولى لإضافة جدول. الطريقة الثانية أيضا نأخذ على نفس خلينا نضيف جدول ثاني هنا insert table. أقدر من هاي النقاط أحدد هسه أربع أعمدة وثلاث صفوف. نزل عندي هذا جدول ثاني بهالمكان هذا. اذا صار عندي طريقتين، الطريقة الأولى هي من الانسير اقول له انسير تيبل واختار منه انسير تيبل واختار الفو. من اضيف سلايد هاي نيو سلايد هذا اقدر من هالمكان. الطريقة الثانية هو من الانسيرت تيبل احدد اعمده او صفوف كيفي، او اقدر منها انسيرت تيبل واحدد اعمده وصفوف، وهاي الطريقتين احنا شفناها هسه. هذه ايضا تكلمنا عنها. هسه نقطة مهمة، هسه احنا ايش قلنا؟ هذا insert table لازلنا شلون نضيف جدول اكسل او اكسل ورك شيت. نريد نضيف اكسل ورك شيت الى السلايد، عندنا هاي هنا تبغى تطلع insert اكسل سبريد شيت. طبعا نفس العملية هنا نضيف عنوان table، هنا نضيف table
اكسل سبريد تبع الطلاب. حتى شكل الباوربوينت تختلف، من ضفت له جدول اكسل. الواجهه الاساسيه، الواجهه الرئيسيه للباوربوينت اختلفت، تغيرت مع الاحتفاظ بالعنوان الرئيسي انه احنا داخل الباوربوينت، لكن صارت اكسل، حتى اللون صار اخضر. هذا المنيو اللي موجوده والايقونات اللي موجوده كلها خاصه بالاكسل. هنا نقدر يعني شفنا شلون نضيف اكسل، شلون نضيف جدول اكسل نضيفه لل، ونقدر نبدي هنا ندخل بيانات هذه الخلايا، ونقدر ننسق على البيانات، ونقدر نحذف بيانات، ونقدر نضيف أعمدة ونضيف صفوف ونحذف صفوف، وكأنه احنا دا نشتغل اكسل مو دا نشتغل باوربوينت، والواجهة الرئيسية اللي عندنا هي واجهة اكسل. خلينا نجيب شوف هذا الجدول، لحظة، هذا جدول ضايفيه بالاكسل نفس الطريقة اللي ضفت بها هذا الجدول الأخير. طب هذا الجدول اللي هسه ضفناه، شوف طلاب الجدول من أطلع منه يصير جدول اعتيادي، من أضغط دبل كليك على هذا الجدول يتحول إلى صيغة أكسل، وتتغير الواجهة الرئيسية إلى صيغة الأكسل. فإحنا هذا الجدول حتى لا نأخذ من عندنا وقت، هذا الجدول الثاني اللي هنا بنفس الطريقة، لا لا عفوا، هذا بنفس الطريقة دخلنا ضفنا جدول أكسل ودخلنا البيانات الموجودة أمامنا. هسه نزلنا هذا الجدول هنا لان صار متقاطع العنوان. المهم دخلناه بنفس الطريقه اللي هي insert table excel spreadsheet. فهسه بنضغط عليه دبل كليك، انتبهوا هاي الواجهه واجهه باوربوينت، دبل كليك هنا تغيرت صارت واجهه اكسل. فمن عندي هذا عندي هذا الجدول، هسه صار عندي جدول اكسل. شنو ما اريد يعني حتى لا نسهب زايد وناخذ من وقتكم اكثر لان وقتنا ضيق. هسه شفنا شلون نضيف جدول اكسل، هذا insert excel worksheet paste table from excel or word، هذا خليه هسه بس ذكروني به اتمنى ما انسى. نجي بالاخير خلينا نستمر ويا الاكسل، add row and column. هسه نرجع للجدول الخاص بنا اللي ضفناه عن طريق الاكسل. هذا الجدول شلون اضيف صف، تبع طلاب اضافه الصفوف اشر سهله جدا، اشر هذا الصف، تبع طلاب هنا شكل المؤشر علامه زائد، من نجي هنا ست سرعه لا تنسين بلا زحمه عليك لا ننسى رابط الحضور، ماشي ست سرعه. اي دكتور دزيت لهم اياه على جوجل كلاس، طلاب يدرون عاشت ايدك، والطلاب اللي ما مسموح لهم يدخلون لا تنسيهم، لا سجلتهم على صفحه ان شاء الله. عاشت ايدك، شكرا جزيلا. شلون انتبهوا شكل المؤشر، شكل البوينتر على علامه زائد، من نجي ونأشر، من نريد نأشر صف يصير على شكل سهم باللون الاسود، سهم صغير باللون الاسود نأشر به صف، من نأشر منه نجي لهنا تبع الطلاب insert، مجرد ضغطت هنا نضاف لي الصف للأعلى من الصف اللي احنا ردنا نضيفه. نبدأ، وإذا ردنا نضيف عمود بنفس الطريقة نأشر العمود، وأيضا نأشر هنا نضيف ضاف لي عمود، دائما طبعا الديفولت يضيف للجهة اليمنى بالأعمدة أو حسب اتجاه
لا يحصل، انا مسوي من العربي للانجليزي اضيف بالجهه اليمنى، اذا من الانجليزي العربي اضيف بالجهه اليسرى، وبالنسبه للصفوف دائما اضيف للاعلى. هذا اضافه الصف والعمود. شلون نضيف صف او عمود، او نحذف صفوف او اعمده؟ شلون نحذف الصف والعمود؟ بنفس الطريقه طلاب، بنفس الطريقه، موضوع جدا سهل بنفس الطريقه. الاكسل، العمل مع الاكسل بسهوله وبامكانيات عاليه. انا دائما اوصف برنامج الاكسل بالشكل هذا، الخطوات اللي نشتغلها عليه سهله وامكانيات عاليه، يعني نحصل نتائج عاليه. هذا شلون احذفه؟ مثلا هذا حسن محمد، اشره بالشكل هنا، ضفت انسيرت هنا، ديليت، خلاص نمسح كنترول زد، خليه ارجع. اريد احذف ماده المصطلحات الطبيه 2، طبعا هي ماكو هيك شيء، قلت لكم يعني هي غير موجوده، افتراضيه اكثرها، ما عندنا ماده مصطلحات طبيه واحده ومتعرف، انتم درستوا الموضوع. فمجرد اضغط ايضا على علامه الاكس او الديليت انحذفت ماده المصطلحات الطبيه. هسه ضفنا صفوف واعمده وحذفنا صفوف واعمده. هسه ايضا هذا موضوع مو موضوعكم بس للاطلاع، موضوع انه اريد اجمع هاي الدرجات، او هنا اريد اطلع مجموع درجات على الجواد كاظم، هنا اقول له يساوي، طبعا من انطي يساوي يعني معادله بالاكسل، سم مجموع، هذا مو موضوعكم للاطلاع طلاب، يعني ما راح اطالبكم بيك اقول لك اكتب معادله، اشرت كل هذه الخلايا، اسد القوس، انتر، انطاني المجموع، خلي التنسيق اختلف هنا بالوسط، بالوسط اكبرها، خلي نشوف الناتج. هسه اذا اضغط عليها دبل كليك شوفوا اشر لي هذه الخلايا مجموعها. يعني انتبهوا طلاب، انا بدي اشتغل بالباوربوينت، بس هسه انا من دا اشتغل ما دا احس نفسي انه دا اشتغل باوربوينت، دا اشتغل اكسل. هاي ميزه كلش حلوه ومفيده جدا، هي اضافه جدول اكسل داخل الباوربوينت والتعديل عليه. عندنا تغيير حجم الصفوف والاعمده. لا العفو، هذا غير الجدول. دبل كليك. شلون اغير حجم الصفوف والاعمده؟ يا اما اظل انتبهوا الطلاب، هذا المثلث الصغير هنا شوفوه، هذا مجرد ان اظلل لي ورقه العمل الاكسل كلها. من اغير على واحد من الصفوف، انتبهوا الطلاب صار على شكل صليب، خلي اغير صف اول مره. هذا الصف اريد اغير حجمه، اريده يصير اكبر. انتبهتوا الطلاب؟ وهذا العمود الثاني ايضا اريده يصير اعرض. انتبهوا، صار عندي العمود الثاني حجمه كبير والصف الثاني حجمه كبير. لا هني هيك ما عجبني، اريد اغير كل الصفوف لكل الورقة العمل للورك شيت. شوفوا هنا اكو مثلث صغير، اشرت الورقه كلها، هسه اذا اغير اي صف بالخليه تتغير كل الصفوف. انتبهتوا؟ واغير شكل اي عمود. منين جيت؟ طلاب دقيقه بس، لحظه بلا زحمه عليكم، هسه دقيقه وراجع لكم. نعم طلاب وياكم، بس لحظة. غطفان، أو يعني ما أعرف الاسم غير واضح عندي، غطفان محمود عبود، إذا تسمعني أنا أتمنى تروح
للروم الثانية اللي زملائك فيها، أنت وحدك حالياً بهاي الروم. وإذا سمعتني عجبك وإذا حاضر عجبك دكتور، حاضر تمام يعني، وسجل حضور أي طلاب. أرجع لكم، تكلمنا يعني لازلنا بعد بنفس الموضوع، فهنا قلنا شفنا شلون غيرنا حجم الصفوف وحجم الأعمدة في لكل ورقة العمل في وقت واحد. تبقى هنا عندنا الميرج أند سبلت تيبل سيل، يعني دمج الصفوف أو دمج الخلايا للصفوف وللأعمدة. طلاب إذا انتبهتوا هنا عندي اسم الطالب هنا في الصف رقم واحد ورقم اثنين، اسم الطالب يظهر كأنه خلية واحدة، في حين المرحلة والفصل واسم المادة خليتان مقابل لخلية واحدة. ف شنو شلون صار هذا الموضوع؟ موضوع جدا سهل. طبعا تقسيم كل اللي نحتاجه هاي الخليتين على سبيل المثال two cells، اعتذر، هاي الخليتان على سبيل المثال هذه لاية، خلينا نسوي لها حدود حتى تكون واضحة عندنا أكثر. هسه عندي هذه هي وحدة لطالب اسمه محمد، يا أما العفو أأشرها مو أما، وأجي لهذا الأوبشن أقول له ميرج أند سنتر. بس من اكتب محمد دكتور محمد نعم دكتور، قبل شوية قالت دزيت الرابط على كلاس، الكلاس ما موجود بأي شيء، رابط حضور ماكو. سسرة سمعتيني؟ سمعتي الطالب سسرة؟ العفو دكتور، اجتهم على ايميلاتهم لان تحولنا على نفس الكلاس، يجيهم على الايميل ويجاوبونه. تمام عاشق على الكلاس مالتهم. اي سمعتوا طلاب تسجيل القائي يعني. تمام شكرا جزيلا طلاب، سمعتوا التوجيه الاليه، اعطيهم وقت السرعة لا تغلقين. تمام دكتور، انا فاتحته يعني لثلاثة وخمسة تمام يعني. عاشق عاشت يدك طلاب، لحقوا تسجلون حضور يعني، أتمنى بعد الثلاثة أو خمسة ما طالب يقول لي أنا ما لحقت أسجل. دكتور بلا زحمة، بس لحد الآن كل شيء ما وصلنا على الإيميل. سسرة جاوبي بلا زحمة، موضوعين بسسرة. السرعة. دكتور أنا دازته وهسه راح أرد أتأكد عليه أعد إرسال مرة ثانية. سوي ريسين، سوي إعادة إرسال بلا زحمة عليك. راح أرد أدزه مرة ثانية إن شاء الله. أوكي عشتي بش. يلا شكرا. طلاب هسه هذا الميرج شفناه، وهنا نعطي درجات لنفس الطالب على سبيل المثال 50 50، هال 50 بالحاسبات من غير مادة يجوز ياخذ أكثر، 70. ونظللهم ونعيد التنسيق من هالمكان، نطي الحجم أكبر. هذا موضوع إن شاء الله إذا أخذته أكثر بالكورس الثاني راح تأخذوه بتفصيل أكثر، وهو مفيد جدا. هذا بالنسبة للميرج.
المحاذاة بالنسبة لل Align and Orient Text and Table. طلاب انتبهوا هسه هذه الدرجات كلها في وسط الخلية بالسنتر بالنسبة للارتفاع والرفع. المحاذاة هاي الالاينمنت قلنا نقدر هاي نخليها على الجهة اليمين او اليسار انتبهوا، ومنها نقدر نخليها بالاسفل نقدر نخليها بالاعلى، بس هو الافضل ناخذ دائما المحاذاة الوسطية منها ومنها. وهذا بالنسبة للأسماء أكو عندنا نسمي الراب تكست نسوي لها التفاف، هذا يجي بس حتى تطلعون عليه اللي هي تأخذ منان كل شيء يخص نعم الحضور ترى ماكو يعني ماكو على الكلاس، لا يجيكم على الإيميلات قال لا هم ما جاي لا الايميلات دكتور حتى الايميلات ما جاي سسرات تسمعيني ما عندك دكتور وياك راح اسوي لهم هسه واحد ثاني بس انا دزيت الكل هسه راح اسوي واحد ثاني وانزل لك اياه دقائق سسره نزلي الرابط راح انزل الرابط هو هم هيك دقائق دكتور هسه نزل الرابط على الكلاس بس مكتوب عليه جروب اي هو هذا سجلوا بي هو عرض سجل بي ماكو مشكلة بس السرعة خلي الروابط تكون بدون جروبات بلا زحمة اوكي هو بالجايات. ان شاء الله هسه ارتبها اذا الله ما طلاب نبقى نحكي على الرابط لأن نكمل محاضرتنا. فالالاينمنت منا نقدر نضغط ونتحكم بكل مو بس الالاينمنت عندنا بالبوردرز وعندنا الفل، هذا بعدين موضوع التنسيقات نسميه هذا الفورمات سيل، بس الالاينمنت هنا بالفورمات سيل نقدر نحدد المحاضرة. بس الطلاب بقى عندنا موضوع واحد اعتقد قلنا حتى لا ننسى اللي هو موضوع شلون نجيب تيبل كوبي بيست من الوورد ومن الاكسل ونخليه هنا. لحظه تبوا هذه الجداول انا جايبها كوبي بيست من الوورد، خلينا نمسحها. هذا مسحنا، هذا أيضا مسحنا، نجيب واحد ثاني وهذا أيضا أنا جايبه من الأكسل، خلينا نمسح بس هذا راح أفتح أكسلاني وأجيب نفس الجدول أخذت كوبي هذا بيست هذا جبته هنا مو فتحت أكسل طلاب تبوا أكو فرق بين أفتح جدول أكسل او اجيب كوبي بيست من الاكسل. هسه هذا الجدول انا جبته كوبي من الاكسل واضح، في حين هذا فتحنا الاكسل فمو هذا جبناه كوبي بيست شلون هذا اللي اشتغلناه العفو وهذا اللي جبناه كوبي من الاكسل بدون تعديلات. واضح طلاب شوفوا الجدول اللي اشتغلناه بإذن أبي معادلات، هذا معادلة هذا مجموع وهذا مجموع، أما هذا الجدول فجدول بس جبناه مثل ما هو وخلينا حتى خلينا ندوس دبل كليك عليه انتبهوا حتى من ندوس عليه دبل كليك يتعامل وياه كجدول باوربوينت مو كجدول أكسل. بقى هنا هسه نفتح الوورد طلاب، الورد ما راح يظهر عندكم بس انا
كنترول سي، ومدي للباوربوينت بهالمربع هذا نقول لك كنترول في. هذا جدول جبناه كوبي من الوورد، مجرد ان لصقناه هنا تحول بدا يتعامل ويا الباوربوينت كصيغه جدول باوربوينت، وياخذ الثيم الموجوده هنا، ونقدر نغير عليه بالديزاين حاله او العفو من غير الثيمات، هو ياخذ شكل الثيم اللي موجود. طلع هاي الماده بيها صعوبه، اتمنى واحد يجاوبني. اذا اكو صعوبه قولوا لي. خلاص ما عندي شيء، راح اكتفي بهذا القدر. عباس هادي. نعم دكتور. طلع ماده صعبه ولا سهله؟ صراحة احكي لي. لا دكتور سهله ان شاء الله. ان شاء الله سهله. فطلاب الماده دائما سهله مو صعبه وقليله، بس تحتاج تطبيق، فطبقوا الله يخليكم لمصلحتكم. وصدقوني هذا الموضوع مو تحتاجه بس بالدراسه، حياتكم العمليه راح تشوفون ايش قد بي فائده، لان هو اوفيس ابلكيشن مو ماده حاسبات. من عنده سؤال طلاب؟ السرعة حاول تتابعين التعليقات السرعة. هسه راح اشوفها استاذ وياك. اي لان اكو بهم ماشي. طلاب احد عنده سؤال؟ ماكو. اللي ما عنده سؤال وسجل حضور المحاضرة لحد هنا خلصت تقريبا. خلصت.